مهما بناتكم كيعيطوا لكم ومهما كيقول لكم احنا بخير، والا راه هما بخير، راه ماشي بلاد الخليج، راه قرنا اللي مشى كيموت فيها ولا كيتقتل فيها. اي وحده ما تسنيت على شي ورقه وما تسنيت على شي حاجه، انا ما كانتش قريه ما تسنيش. كيقولوا غنمشيو نديروا الفلوس، نديروا نفعلوا نتركوا نصنعوا، هذاك الشيء كله كيكون غير فاشل في الفاشل. راك ماشي في بلادك غديري داك الشيء اللي قالك عقلك، لا كديري داك الشيء اللي كيقولوا لك هما. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ معكم ابتسام. السيده اللي كنت غامرت شي شويه وقاصيت ودرت مجهود باش رجعت من دول الخليج اللي هي قطر. كيف سمعتوا احبابي، بزاف ديال التساؤلات جاوني وبزاف ديال الميساجات جاو من بعد ما حطيت داك الفيديو في هاد القناه ديال هاد الصحافه، وكيسولوني بزاف البنات يعني باغيين نصيحه، باغيين كيفاش رجعتي، كيفاش مشيتي، زيدي عمقينا بزاف في الموضوع. وبغيت كيفاش النصائح اللي نعطي البنات، كل وحده سولتني على السؤال غادي نجاوبها على السؤال اللي غادي نقرا في لي كومونتيرات اللي جاوني. هي صراحة نصيحة مني أنا لأي وحدة، ما تسنيت على شي ورقة وما تسنيت على شي حاجة، أنا ما كانتش قارية ما تسنيش. والبنات كنصح بزاف البنات ما يعطوش الضمانات عادي يمشيو بحال الغلط اللي درت أنا. هي بصراحة تمشي إلى غتمشي وما تعطيش فلوس من عندك، يعني راه كاينين بزاف الناس كينصبوا، بزاف الناس كيقول لك بانك غتمشي وانت ما كتمشيش وكيديو لك رزقك وهذا. انا راه ما عطيت حتى شي ريال، ولكن عطيت كيف قلت لكم الشاك فيه 5 مليون اللي هو ضمانه باش انا غادي نمشي. المشكل الثاني البنات في هذا الشيء هذا اللي هو بغيت نقول بزاف ديال البنات، يعني راه الشباب ديالنا تيتهور، علاش كيقولوا غنمشيو نديروا الفلوس، نديروا نفعلوا نتركوا نصنعوا، هذاك الشيء كله كيكون غير فاشل في الفاشل. يعني البنات المغربيات كاملين تيعيشوا تما، يعني كيف قلت لكم راسهم في الارض، ما كيقدوش يهزوا راسهم لحقاش كيتولي مسيطره عليك بلاصه اخرى، فهمتوا؟ يعني راك ماشي في بلادك غديري داك الشيء اللي قالك عقلك، لا كديري داك الشيء اللي كيقولوا لك هما. وبزاف د البنات انا كنصحهم، جاوني بزاف ديال لي كومونتير كيفاش الوراق اللي ما نسنيوش عليهم، ما نسنيش بحال هكا على كونطرا مثلا ديال عامين ندير غير 3 شهور، ما نسنيش على كونطرا عام ندير غير مثلا شهر تنمشي لتما ونشوف كيفاش داير الوقت، كيفاش دايره المعيشه، كيفاش داكشي اللي داروا معايا واش هو نيت اللي كاين، واش احتراما للوقت ديال الخدمه اللي داروا معايا هو اللي كاين. يعني ما نسنيش على شي حاجه وفي الاخر نمشي لتما وما نلقاهاش هي اللي بغيت، ونولي في المشاكل ونولي في الصداع ونولي في بزاف د الحوايج. يعني اش نقول لكم البنات كيوقعوا فيها بزاف د المشاكل، على راسك ولا على الناس اللي داينك ولا على بزاف ديال، وتا السمعه ديال البلاد كتخسر بقوه البنات. هي مشات، هي جات، هي دارت، هي فعلات، هي تركات، هي صنعات. هي انا كنصح كل وحده نصيحه مني انا كاختكم ابتسام اللي خطات تجربه في الحياه، وكنصح الامهات اللي مزوجين، مازال البنات العازبات راهم ديال راسهم. اما اللي كنصح انا كنزيد ناكد على هذه النقطه هذه للناس اللي مزوجين، ما يخليوش ولادهم يخويو البلاد، واخا تكون مزوجه ومطلقه ما تخليش ولادها وتخوي البلاد، واخا تكون كاع ما عندهاش شنو نقول لكم البنات، ما عندهاش الراجل تخرج هنا تجلس تخرج بوط وتخدم في بلادها. انا نصيحه مني لحقاش بلادات الناس ما غيعطيوك حتى شي حاجه، رقاك اللهم قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس. والبنات اللي كيسولوني باغيين يمشيو قبل رمضان، تنقول لكم اختي انا نصيحه مني تخدمي في بلادك، اللهم 40,000 في بلادك راه هي تيقولوا لك الصوائر كلشي على حسابنا، وانت غتجي تخلصي غير الكرا وماكلتك وتخدمي. راه الا بغيتي تخدمي كيف قلت لكم كاينه الخدمه في دوك الشيء اللي ما غاديش يرضى عليه الله، هذيك راه ديري الفلوس وديري علاش تولي وديري. اما غتمشي خدامه ب 5000 درهم من هنا راه ما عمرها غدير لك شي حاجه، راه بحال اللي خدامه في بلادك ب 20,000 تما غتخدمي ب 5000 درهم، ولكن الا جيتي تقارنيها مع بلادك راكي بحال اللي خدامه ب 20,000 في بلادك. هي ما كاينش شي فرق ما بين بلادك وبلادات وحدين اخرين. وهذه هي النصيحه اللي كنقدر نعطي للبنات، وتنقول لكم اخوتي بان بنادم يرد باله وما يديرش الثقه وما يثقش في ديك الهضره ديال دوك السمسارات اللي كيقولوا لك غتمشي
كتشوفي فلانة كي ولات، وكتشوفي فلانة شنو دارت، وكتشوفي فلانة الفلوس اللي جابت، وكتشوفي فلانة الدار اللي دارت. راه كتوصل لدرجة بنادم كيمشي لتما، راه كاينين شي وحدين مساكن تيدود وعاد كيدخلوا للمغرب باش يديروا الدار. وهادشي اللي تنقول لكم اخوتي، انا نصيحة مني اللي ما بقات ما دير كيف قلت لكم ديك النهار، تخدم كسالة في الحمام. اللهم تخدمي في بلادك وحده ولادك وحده الوطن ديالك وحده الشعب ديالك، ولا تمشي لبلادات وحدين اخرين. وحنا المغربيات فاش كنتلاقاو في بلادات الغربه راه ما تنحنوش مع بعضياتنا. انا بعدا اللي داز عليا ما حنيناش في بعضياتنا، يعني كل تيجبد فينا هو يصور شنو غتدي انت وشنو غندي انا وشنو راه قد يحنوا فيك دول الخليج وما يحنوش فيك بنات المغرب ديالك. هما في الصراحة هدرتهم، هما الأكثرية ديالهم ما كانش فرنسي، لونجلي. هما الأكثرية ديالهم هي لونجلي، وبالدارجة العربية خلاص رحنا تنفهموها، ولكن ما غتفهمش الكفيل ديالك، ما غيهضكش هو تهضر معاه نتايا. الكفيل ديالك تيعطيك المحامي ديالو، المحامي حافظ صواريه وقار شنو تيدير، يعني متفاهم هو والكفيل ديالك اللي دايك، فهمتي؟ ولو غادي تسني انت مثلا على ورقه يقدر يكتب لك غير جوج سطوره ويسني لك عليها، ومن بعد غادي يسني لك على يكتب داك الشيء اللي بغا ويعمر داك الشيء اللي بغا ويدير داك الشيء. اولا يقدوك يشدوك من اليد اللي كتعكرك، داروا معاك خدمه هنايا مثلا، غتمشي لتما غتخدمي في حمام مثلا، حتى نفرضوا مثلا، غيقدروا يديوك لدار الدعاره من انت غتبغي تجيب حالك، اولا غادي تبغي تجيب حالك قاعد تنادم معاك الحال وباغا ترجعي ما قبلتيش على داك الشيء، يعني كتولي انتيا ثانية على شي حاجة ما باغاهاش، يا اما كتسني على تخلصي قدا وقدا، يا اما كتسني تخلصي قدا وقدا، فهمتي؟ يعني هذا هو المشكل اللي في دول الخليج. انا بعدا ما كنصح حتى شي وحده تمشي له. راه هكاك دابا فاش كيسمعوك غادا لدول الخليج كيقولوا لا ما كايناش خدمه د الحلال، كاينه غير الحرام. وراه هاد الهضره راه ما كايناش اخوتي. واش هاد دول الخليج واش غير المغربيات اللي كيمشيو يديروا الحرام تما؟ راه ما كايناش هاد الهضره كاع. انا ضد هادي اللي خلات هاد الكومونتير، اولا هذا ما كايناش هاد الهضره. راه يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك الا ما كاينينش طايلات على الخليجيات كيمشيو للحمام تيغسلوا راسهم. ما غيغسلوش راسهم، ما غاديش خليجيه تغسل لها اولا تحك لها، لا ما غيحكوش لبعضياتهم. يعني راه ضروري وحده مغربيه غتكون خدامه تما بالحلال، يعني صالون واش الخليجيه غتصوب لك شعرك؟ راه ضروري غادي تكون مغربيه ولا فيليبينيه ولا فلسطينيه ولا شوفي علم الله، كيكونوا تما مخلطين. الحنه تما غتحني لك خليجيه؟ ضروري غتكون وحده هنديه غتحني لك. راه هاد الهضره ما كايناش. وطيل غتبغي تلمطي، واش غادي تلمطوا لك وحده خليجيه مثلا؟ غادي تمشي هي تخدم عند مول الوطيل تلمط له الوطيل. تما راه العيالات في الخليج راه ما تيخدموش، راه الرجال اللي تيخدموا. راه ديالنا د المغرب اللي كيمشيو مساكن يكافحوا على ولادهم تما وتيردوهم خايبين وفاسدين ودايرين وتاركين وصانعين. ولكن قبح الله والفقر، راكو كانوا مساكن في المغرب لقاو اللي بغاو، ما يخبوش البلاد باش يسمعوا هاد الهضره وباش يديو السمعه على المغاربه. وبالنسبه للناس اللي اتصلوا بيا، شي ناس كيعيطوا لي على حساب بناتهم تما، كيبكيو عليهم وكيسولوا على بناتهم حيت سمعوني خرجت بداك لا فيديو. وكنقول لهم مهما بناتكم كيتصلوا بكم، ومهما بناتكم كيعيطوا لكم، ومهما كيقول لكم حنا بخير، والا راه هما بخير. راه ماشي بلاد الخليج راه قرني اللي مشى كيموت فيها ولا كيتقتل فيها. لا، انا راه ضد هاد الفكره ديال هاد الناس اللي عندهم تخوف من دول الخليج. لا، هما راه داروا فينا خير، كرمونا الله يكرمهم. علاش؟ حيت كنمشيو نخدموا بواحد الصالير ما كاينش في بلادنا، كنخدموا بواحد الصالير اللي حنا ما كنقبطوهش في بلادنا. راه كساله تما راه كتشد 120,000 ريال، هنا راه ما يعطوكش حتى 14,000 في الشهر. يعني راه ماشي اي وحده مشات لتما كما قلت لكم راه مكرفصه وداز على الدكاكه وقابطينها ورابطينها ودابحينها وقاتلينها. لا، الهضره كامله راه ما كايناش. يعني بنادم ايفيتي هادشي من دماغو، وبنادم يخوي هادشي من دماغو. شوف حنا كنا تنخافو، حنا وسط بلادنا وتنخافو. يعني الخوف راه الله سبحانه زارعو في القلب ديالنا. يعني عادي اي ام اتصلت بيا وسولت على بنتها كنقول لهم بان ما تخافوش، بان راه ماشي ضروري في دول الخليج راهم تيتذبحوا وكيتقتلوا. لا، كتمشي كتخدمي بدراعك، واللي باغا تمشي شي بلاصه كتمشي لها، واللي راه حنا في المغرب. الا بغيتي تمشي للحمام ديال الصباره كي كتمشي له، بغيتي تمشي للحمام ديال عادي كتمشي له. راه هادشي كنقول لكم كي تما كي هنا. بغيتي تمشي لتما الفساد راكي كتمشي له، بغيتي تمشي للحمام راكي كتمشي له. كوني اكيده شي راه فاش كيكونوا داينك راه تيقولوا لك فين غاده. راه غير هي السمساره اللي كتديك من هنا راه هي اللي كتكذب عليك. اما راه الناس اللي مصيفطين لك
الوراق باش تمشي، راه تيقولوا لديك السيده جيبي لنا البنات مثلا لديك الخدمه، او لا جيبي لنا البنات على خدمه زوينه، او لا راه ما كاينش ديك القضيه ديال لا كذبوا عليا وداوني وداروا لي. انا راه ما قلت لكمش كذبوا عليا وداوني وداروا لي، لا انا قلت لكم ما خدمتش وجات لكم فيلمو وجلست، وداكشي علاش انا ما عجبتنيش ديك البلاد، وداكشي علاش تكرفصت حيت ما شديتش واحد الصالير باش ناكل، وبزاف ديال الحوايج. هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للناس اللي باغيين يشوفوا هذاك الشيء اللي داز عليا تما بالتفاصيل وبالدليل وبالفيديوهات وبالتصاور وبكل شيء، يدخل عندي لقناتي اللي هي قناه يوميات ابتسام فلوغ، يدخل يتابونا عندي، وراه غادي يلقى جميع يعني المعلومات اللي تما في القناه ديالي. راني حاطه لي فيديوهات تما بزاف ديال في المطار وكيفاش جيت وكيفاش القصه كامله والتفاصيل كامله غتلقاوها في قناتي اللي هي قناه يوميات ابتسام فلوغ. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.